السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح الحلقة عن الرؤية تبين أن علاج فيروس كورونا هو القرآن الكريم، وخاصة بسورة الرعد. الرؤية قال، يعني أحد الأحباب بالله قال: من باب الأمانة حبيبنا، هذا رؤية منقولة، صاحبها طالب تأويلها فهي عامة ومهمة، أرجو منكم التأويل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت في منامي الدكتور محمد عمارة رحمه الله يجلس على كرسي كبير شبيه بالكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ الشعراوي رحمه الله، وكان يرتدي بشت لونه أبيض جميل مطرز بلون أخضر، لم أرى مثله من قبل من جمال لونه، وكان وجه الشيخ كأنه في عمر 40. وكان هذا الكرسي أمام مسجد الشيخ الإسلام بن تيمية بكفر الشيخ، وكان يجلس معه ثلاثة من الأخوة، أعلم بعضهم كانوا كأنهم يسألونه، فنزلت على ركبتي أمام الدكتور سألته وقلت: هل يجوز أن نقول الآن صلوا في رحالكم؟ فكره ذلك وقال: لا ينبغي أن تغلق المساجد. ثم سألته: هل نفتحها نحن؟ فكأنه كره ذلك وسكت. ثم خرج صوت من مسجد بني تيمية من مكبرات الصوت بصوت عالي جدا وصوت ندي جميل كأنه المنشاوي أو قريب منه، لمن خال لي اسمه شريف، وهو من حفظ القرآن الكريم في الحقيقة، وكان يقرأ سورة الفاتحة ثم افتتح سورة الرعد. فقام الدكتور عمارة معتدلا ثم بسط كف يده اليسرى ثم وضع سبابة يده اليمنى في وسط كفه الأيسر، ثم قال: علاج هذه الأمة أن تقرأ سورة الرعد. قالها وهو يصرخ، فقلت له: يقرأوها. فقال: علاج الأمة في سورة الرعد، وكررها ثلاث وهو يصرخ بصوت فيه بحة عجيبة. ثم قال لي: المهم قبل رمضان. فقمت من نومي وأنا أرتعد. بإذن الله، أحباب الله، الرؤية واضحة إن القرآن الكريم كما ذكر الله وفيه شفاء للناس، راح يكون سبب شفاء الناس من مرض كورونا، وخاصة سورة الرعد فأكثر منها، لأن الرعد شو فيها؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلازم إحنا إيش؟ نحمد الله على نعمه، ونكثر الاستغفار وقراءة القرآن. وإيش بقول لك؟ إنه قبل رمضان، هاي رمضان إجا، فبإذن الله يعني حتى بشهر رمضان شهر فضيل إن شاء الله يكون بفضل هذا الشهر زوال المرض، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.